بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ده توتوريال 3 في مادة الـ Highway and Airport Engineering. أول حاجة بنتكلم عليها في التوتوريال ده بتكلم عن الـ Stations. إيه الـ Stations؟ قالك أنت لو أنت عندك طريق حاجة بالمنظر ده، الطريق ده هل إن أنا دلوقتي أقدر أقسمه؟ مش الطريق ده كل شوية، يعني لو ده طريق أهو، مش كل شوية الطريق ده بيتغير القطاع بتاعه، يعني سواء عرضه طوله بيحصل فيه تغيرات. ممكن الطريق برفعه أعمل سوبر إليفيشن في حتة، أعمله كراون في حتة، بنعمل شوية تغيرات على مدار الطريق. فبناء على أنا بعمل شوية تغيرات، أنا باخد كل حتة لوحدها بصممها. يعني أنا دي مثلا حتة هصممها، دي حتة هصممها، حتة هصممها، فبعمل بحتاج بالتالي أصبحت محتاج لحاجة اسمها ستيشنز. إيه الستيشنز؟ قال لك خلاص إحنا نيجي كل جزء من الطريق ناخد ستيشن. إحنا الطبيعي بتاعنا بناخد ستيشن تقريبا كل 25 متر أو إيه أو 100 فيت. اللي يهمني في الحاجة دي إن أنت تبقى عارف تقرا الستيشن، بمعنى ان انا جيت قدامك ستيشن هي عبارة عن 15 بلس 25، ده معناه ان انا عند الكيلو 15 و5 ايه و20 متر. طب معلش، طب هنا دي 15 كيلو زائد ايه 0 متر، هنا 16 كيلو زائد 0 متر، 17 كيلو زائد 0 متر، 18 كيلو زائد 0 متر. طب 15 و16 و17 دول من ايه؟ يعني دي 15 كيلو، انا عديت 15 كيلو من ايه؟ وليكن لو ده افترضنا ان ده طريق مصر اسكندرية الصحراوي، فانت 15 كيلو من بوابة اللي هي الزيرو ليفل بتاع الطريق. يعني انا 15 كيلو عديتهم من بداية ايه الطريق نفسه. فهنا 15 بلس 25 دي معناها 15 كيلو، وال 25 زائد 25 ايه متر. في يونتس تانية اللي هي بالايه بالفيت، ان انا لو قلت لك دي 15 بس اليونتس شغال فيت و25، فبتقولوا ان 15 دي انا باخد إيه؟ احنا المفروض بناخد ستيشن كل 100 فيت، فدي هتبقى 15 في 100 اللي هو 1500 فيت زائد 25 هيبقى 25 فيت عليه. هنا كانت كيلو ومتر، هنا كانت بير ميت فيت، وهنا ايه بالفيت العادي. دي الستيشنز. بعد كده بنتكلم عن حاجه مهمه جدا اللي هو السبايرال. اتفقنا المره اللي فاتت عن فايده مهمه من فوائد السبايرال، حته تغير الراديوس، ان انا ما اتفاجئش بالراديوس. في حاجه تانية اهم، ايه هي دلوقتي؟ انا برضو ليه بعمل سبايرال؟ يعني ايه السبب التاني؟ ماشي، عشان تغيرات الراديوس. هل في اسباب تانية؟ قال لك اه في اسباب تانية. ايه هي؟ دلوقتي احنا اتفقنا عن الديفولت بتاعنا، ان انا لو انا عندي طريق كده وهنا في كيرف مثلا، تمام، لو جيت خدت سيكشن في الطريق ده، الطريق ده مثلا ايه، ادي ده اتجاه واحد من الطريق. لو جيت خدت سيكشن في الطريق ده هتلاقي شكل الطريق واخد حاجة ايه كراون كده، كراون كده، وده السي بتاع كراون سلوب، ده اللي هو حوالي 2% وده ايه سي 2%. حد يقول لي طب ما انا ببقى ماشي على الطريق، انا عمري ما تخيلت الطريق بالمنظر ده، ده مش موجود. ما هو الميل ده قيمته 2% قليل جدا، فانت وانت ماشي على الطريق هو موجود بس انت مش شايفه. طب ايه وظيفه الميل ده؟ وظيفه الميل ده ان لو جت مطره نزلت تقدر تتصرف على جنب الطريق، ومفروض هنا في بايبز ايه توصل ايه للطريق، توصل ميه المطره والكلام ده. طب ماشي، ده الشكل هنا كراون. طب هنا الشكل عند الايه، عند مكان الهوريزونتال كيرف نفسه. اتفقنا ان احنا مكان الهوريزونتال كيرف نفسه بيبقى ايه، بنبقى رافعين الميل بتاعه او السلوب بتاعه شويه، بنبقى رافعين المسافه ايه اللي هو السوبر اليفيشن. طب ليه ببقى رافعه؟ اتفقنا عشان القوه نشغل وزن العربيه عكس ايه القوه الطارده المركزيه اللي هي السنترفيوجال فورس. طب جميل، يعني اتفقنا ان احنا هنا شكل الطريق كده وشكل الطريق كده. طب عند النقطه دي قبلها شكل الطريق كده، طب وبعدها لو شكل الطريق كده على طول سوبر اليفيشن ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك وانت ماشي رحت خابط في ايه؟ في الرصيف نفسه، يعني تروح خابط في ايه؟ في الرصيف نفسه، لان مش معقول ان انت مش شكل ده الشكل ده في ثانيه كده، صح؟ فانا خلاص قال لك لا، يعني ده مش منطقي. قال لك طب ايه المنطقي؟ قال لك خلاص انا محتاج لينس معين اقدر احول فيه من السلوب اللي هو الكراون ده، من الشكل الكراون لشكل الاي اللي هي بتاعت ايه؟ السوبر اليفيشن. قال لك خلاص هنعمل سبايرال. ايه وظيفه السبايرال؟ ان هو في الاول هيبقى الطريق واخد شكل كراون، بعد كده مثلا هخليه وليكن جزء كراون جزء هوريزونتال، بعد كده هخليه كله واخد السي بتاعت الكراون اللي هي ب 2%، وفي الاخر خالص لحد ما اوصل الاخر خالص هيبقى يكون واخد الاي الاي كامله اللي هو الاي السلوب بتاعي الكامل. فده هيتعمل على ايه؟ على السبايرال كيرف، على مدار السبايرال كيرف. السبايرال كيرف بنسميه سبايرال كيرف او ترانزيشن كيرف او ران اوف كيرف، الثلاث حاجات دول. جميل، طب اتفقنا. طب انا هنا تانجنت، بعد كده دخلت على السبايرال، بعد كده على الكيرف. طب حد يقول لي طب ماشي، طب بعد ما الكيرف خلص، بعد ما الكيرف خلص
عشان ترجع تاني للتانجنت بنروح عاملين سبايرال تاني كيرف، وبعد كده ايه يربطك بالتانجنت اللي هو ايه اللي موجود يعني لازم. طب ليه عملت كده؟ لان انت هنا مثلا الريديوس بيساوي ايه الار بتاعت الكيرف، وهنا الريديوس بانفينيتي. هل انا هنا برضو ما قدرتش اغير من ريديوس انفينيتي للريديوس الكيرف على طول؟ عملت سبايرال هنا برضو نفس الكلام، عشان ترجع تاني من ريديوس الكيرف لابو انفينيتي ده عملت ايه سبايرال. زائد نفس الفكره ان انت خلاص كونت الاي كامله، كل ده ماشي باي كامله، عايزين نرجع الطريق تاني يعمل كراون، فعشان تقلب من الاي يعني هنا عند النقطه دي الطريق مايل ايه حاجه بالمنظر ده، عشان تحولها لحد ما توصل لان هي كراون ده فبحتاج ايه سبايرال كيرف. اتفقنا على الفكرة ببساطة. جميل، اللي قدامنا ده الشكل ده الشكل العادي بتاع ايه بتاع الطريق نفسه. ايه هو؟ لاين ستريت ده اسمه تانجنت، بعد كده سبايرال كيرف، بعد كده سيركلر كيرف، بعد كده سبايرال كيرف، بعد كده ايه تانجنت العادي. طب وراح كده تعالى في شوية ترمينولوجيز عايزين نشرح. التي اس دي ده بيقول لك ده معناه ان التانجنت خلص والسبايرال هيبدأ. الاس سي ده معناه ان السبايرال خلص والكيرف هيبدأ. طب السي اس ده معناه ان الكيرف خلص، مش ده كيرف خلص اهو، والسبايرال هيبدأ. طب الاس تي ده معناه ان السبايرال نفسه خلص والايه والتانجنت هيبدأ. جميل، والزاويه دي اللي هي الدلتا سنترال انجل، ودي البي اي الاي بوينت اوف انترسكشن عادي. طب جميل، طب تعالى نتكلم عن ايه. طب انا دلوقتي عايز احسب، هنا بتكلم عن انا ازاي هحسب اللينس بتاع السبايرال. قال لك اللينس بتاع السبايرال ليه كذا طريقه. اول طريقه منهم ان اللينس بتاع سبايرال ده بيساوي اي سكويرد على ار. طب الار دي ده الراديوس، الراديوس بتاع ايه بتاع الكيرف اللي موجود عندي العادي جدا، الراديوس بتاع الطريق ده هيكون جيفن. طب الاي ده اجيبه منين؟ قال لك الاي ده حاجه اسمها مينيمم بارامتر، بنجيبها من جدول بناء على السرعه. طب فين الجدول ده؟ الجدول بتدخل بالديزاين سبيد كيلومتر بير اور، تجيب المينيمم بارامتر اللي هو الاي، الاي على حسب هي بكام الرقم. لو هي مثلا ب 90 ما بين رقمين تاخد الاي المتوسط ما بين. طب خلاص كده جبت الايه، خدها سكوير على الراديوس، كده جبت اللينس بتاع ايه السبايرال. دي اول طريقه ممكن يجيب منها ايه اللينس بتاع السبايرال. في طريقه تانية هنستخدمها كتير هقولها دلوقتي. قال لك احنا اتفقنا كده ان الطريق بحتاج احوله من كراون لشكل ايه الهوريزونتال، لشكل ان جزء كراون جزء يعني، ما هو كراون ده، كراون ده يعني السلوب ده ب 2% والسلوب ده ب 2%. بعد كده خليت ده سلوبه ب 2% وده سلوبه 0%. قال لك التحويله من الشكل الكراون لشكل جزء إيه؟ جزء واخد 2% وجزء هوريزونتال، ده بنسميه ران اوت إيه؟ ران اوت سيكشن او ران اوت لينس. قال لك وعشان تحول من اللي هو الشكل ان جزء فيه زيرو وجزء كراون لحد ما تحوله انه يوصل للاي كامله، ده ايه ده اسمه ايه ران اوف اي لينس او ران اوف اي سيكشن. جميل، طب تعالى نتكلم ايه اكتر عن السبايرال نفسه. ده شكل إيه؟ ده شكل ده السبايرال كيرف، بعد كده ده الكيرف العادي، بعد كده سبايرال تاني. شوية الترمينولوجيز اتفقنا عليهم، تانجنت سبايرال ده التانجنت خلص السبايرال هيبدأ، سبايرال كيرف سبايرال خلص الكيرف هيبدأ، كيرف سبايرال كيرف خلص والسبايرال هيبدأ، وآخر حاجة الاس تي سبايرال خلص والتانجنت هيبدأ. والار ده الريديوس، الدلتا سي السنترال انجل، ده اللينس بتاع الكيرف، ده اللينس بتاع السبايرال اللي هو من هنا لهنا، وده اللينس بتاع السبايرال، وده اتقسم نصين، اللينس بتاع السبايرال على الاثنين واللينس بتاع السبايرال على الاثنين، ودي البي اي بوينت اوف انترسكشن، ومن هنا لهنا ده التانجنت، ومن هنا لحد النقطة دي ده التانجنت من هنا لهنا. جميل، طب كده انا وضحت اغلب التفاصيل. طب تعالى نشوف ايه الحسابات. قال لك في اللينس بتاع الكيرف ده بيساوي ار في دلتا سي على في باي على 180، والتانجنت ار تان دلتا على الاتنين زي قبل كده، والدلتا هي عبارة عن دلتا سي زائد 2 سي اي اس. عندنا حاجة اسمها عايزين اللي يهمني في الكلام ده حسابات الاستيشن. التي اس اللي هي تانجنت سبايرال او الاستيشن دي لو عايز احسبها ومعايا البي اي، قال لك هتاخد البي اي نطرح منها التانجنت ونطرح منها ايه الجزء ده، المسافه دي، المسافه دي جبتها منين؟ اللي هي ال ال اس على الاثنين. طب السبايرال كيرف، السبايرال كيرف اللي هو النقطه دي، قال لك هتاخد التي اس واجمع عليها ايه الجزء بتاع ال ال اس ده، فعلا هتديني. طب الكيرف سبايرال اللي هي ايه النقطه دي، لو خدت لو انا معايا الاس سي هجمع عليها اللينس بتاع الكيرف اللي هو الجزئيه دي، اجمع عليها اللينس بتاع الكيرف يديني ايه السي اس. طب الاس تي لو انا معايا السي اس هتجمع عليها اللينس بتاع السبايرال هيديك ايه الاس تي. طب جميل، طب تعالى نتكلم على اشكال ده طريق، ده الطريق عامه.
اتفقنا ان الطريف الاول واخد شكل كراون، بعد كده هياخد شكل ان جزء هوريزونتال واخد، يعني احنا هنا الملم هنا 2% وهنا 2%، بعد كده هنا ده 2%، وبعد كده ده قلب ايه 0%، بعد كده هنا ده كله واخد الميل اللي هو ايه 2%، وهنا حقق ايه، حقق بقى الايه السلوب بتاع الايه بتاع السوبر اليفيشن اللي هو ايه تقريبا ب 4%، هنا حقق ايه الايل كامله. وبعد كده راح رجع تاني بقى ليفل، ده جزء ليفل، جزء 0 وجزء 2%، بعد كده بقى كراون ايه رجع تاني. وده شكل ايه تغيرات القطاع على ايه على مدار الطريق. هنا بنتكلم ان الهاي واي، ان اي هاي واي عباره عن ايه، ان النورمال كراون ده عندي ان ده السنتر لاين الطريق، حلو، ودوت ايه ده كراون، ده النورمال كراون، النورمال كراون ده سلوبه من 1.5 ايه ل 2% زي ما قلت، ده بسميه سي او كيو، الاثنين ينفعوا. جميل. طب انا عشان اوصل للكلام ده، مش انا هنا بقول لك ايه، نرجع تاني، انا هنا بقول لك ايه، بقول لك ان انا عايز اعمل، عايز امسك الطريق بعمل له روتيشن، بطلع وانزل بتحكم فيه بحيث ان انا اوصل لان الطريق ايه، الطريق يوصل ايه من الشكل اللي هو الكراون ده لشكل ايه الاي كامله اللي هو اسلوب حاجه مثلا بالمنظر ده. طب انا عشان اوصل من ده لده مش لازم بقى بلف حوالين حاجه؟ اه. طب عندنا شويه مسميات هقولها كده دلوقتي هتهمنا دلوقتي. ده لو ده الطريق مثلا، حلو، لو ده الطريق دوت السنتر لاين، دوت السنتر لاين الخط ده، دوت بنسميه الانر ايدج، ده بنسميه الاوتر ايدج. طب الكلام ده فين على الطريق؟ ده الطريق، ودي دي العربية، دي العربية عند الكيرف نفسه، الجزء ده ده اوتر ايدج، ودوت هنا السنتر لاين، والجزء دوت اسمه الانر ايدج. تمام كده، اتفقنا ايه عن المسميات نفسها. طب جميل، تعال نرجع هنا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت خلاص، ان انا عشان اوصل لازم اعمل ريفولفنج للسكشن، لازم انا الف السكشن، يا اما هلف حوالين السنتر لاين، يا اما هلف حوالين الاوتر ايدج، يا اما هلف حوالين ايه الانر ايدج. اهم واحده فيهم بتاعت ايه، ان انا الف حوالين السنتر لاين، الانر ايدج والاوتر ايدج زيها نفس الكونسبت. طب جميل، تعالى ايه نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. ادي ده الطريق، وادي دي العربيه عند الطريق، وادي ايه، وادي انا اهو خلاص عايز ابتدي الف السكشن. اول حاجه الشكل الموجود كان كراون، ده السنتر لاين، ده الانر ايدج، ده الاوتر ايدج. خد بقى اول نقطه عايزك تاخد بالك منها، احنا دايما دايما عندنا نظر حاجتين مهمين جدا. انا عايز ان انا دايما بتخيل نفسي واقف هنا، واقف ايه في الجزيره بتاعه الطريق. تمام، انا واقف في الجزيره بتاعه الطريق، فده ده الانر ايدج، ودوت السنتر لاين، ودوت ايه الاوتر ايدج. دايما التارجت بتاعي ان انا اخلي الطريق كله يرمي ناحيه الانر ايدج، يعني عايز الطريق كله السلوب يرمي ناحيه الجزيره، بمعنى ان ده الانر ايدج وده السنتر لاين، ده الاوتر ايدج، انا هرفع الاوتر ايدج ده بحيث ان انا اوصل الطريق بحاجه بالمنظر ده مايل ميل زي كده، بحيث ان كل الطريق يرمي في الانر ايدج. يعني اذا الديفولت بتاعنا ان لازم ان الطريق يرمي ايه، يرمي في الانر ايدج، يعني لا انا بتخيل ان انا واقف في الانر ايدج والطريق بيرمي عليا، يعني الطريق بيعلى كده قدامي ويرمي ايه، يرمي عليا. طب جميل، ده الانر ايدج، ده الاوتر ايدج، ودول واخدين الميل الكراون اللي هو السي ابو 2%. بعد كده تاني خطوة ان جزء كراون وجزء واخد ايه الميل خليناه 0%. بعد كده تالت خطوة ان خليت دي سي وسي كلها ماشية ب 2%. طب خلاص انا عايز، طب انت عايز توصل ليه؟ انا عايز اوصل للاي، الاي دي اللي هي تقريبا ب 6%، السوبر اليفيشن الكامل. طب خلاص، بمجرد ما ان انا وصلت لان الاثنين دول واخدين السلوب السي، ببتدي اقول خلاص انا بلف حوالين السنتر لاين، فبمسك الطريق من السنتر لاين واروح ايه، واروح لف كله بحيث ان كله يوصل ايه للاي. اهم حاجة ان الاسلوب كله يرمي ايه ناحية الايه الانر ايدج، يرمي على الانر ايدج. يعني انت تخيلها كده كأنك دلقت شوية مية في الطريق، دايما لو دلقت شوية مية لازم ترمي على الانر ايدج، ما ينفعش ترمي على الاوتر ايدج، لو رميت على الاوتر ايدج يبقى ده التصميم غلط اصلا. جميل. طب ده كده اتفقنا على الاشكال ايه اللي موجودة عندنا. في رسمة عندنا بتخيل، رسمة بنرسمها ان انا ايه بتخيل ايه. تخيل ان انت واقف في جزيرة الطريق وباصص للطريق، يعني انا واقف في الجزيره اهو وباصص للطريق. طب هنا فين الجزيره؟ ده الانر ايدج، ده السنتر لاين، ده الاوتر ايدج، فين الجزيره؟ انا اهو انا كده واقف في الجزيره، وادي دي ايه العين بتاعتي، انا هبص ايه، هبص على الطريق نفسه دلوقتي، حلو، واقف في الجزيره وهتفرج على الطريق. طب تعالى نشوف دلوقتي احنا ايه الاشكال اصلا اللي كانت موجوده عندنا. كان عندنا ايه؟ اول حاجه كان عندنا الكراون،
بعد كده تاني شكل كان موجود عندنا ان هخلي من الكراون وجزء ايه هوريزونتال. بعد كده تالت حاجة ان الميل كله يكون واخد السي. بعد كده رابع حاجة ودي الاخيرة ان الطريق كله يكون واخد الاي اللي هي الكاملة، الميل الكامل. طب جميل، ده ايه دي الاشكال المختلفة اللي عندي. طب تعالى هنرسم رسمة ان انا بدخل، انا باخد سيكشن في الطريق وببص، يعني انت باصص من هنا صح؟ مبدئيا انا عندي ثلاث حاجات في الرسمة، سنتر لاين وانر ايدج واوتر ايدج. اول سؤال، انت بتلف حوالين ايه؟ اقول لك انا بلف حوالين السنتر لاين. طب خلاص يبقى السنتر لاين ثابت، ادي السنتر لاين دوت السنتر لاين وده ثابت لان انا ده بلف حواليه فمش هيتغير. طب جميل، انت في الاول وانت واقف هنا، وانت واقف هنا في الجزيرة وبصيت للطريق ده كله شايف ايه؟ شايف السنتر لاين فوق والانر ايدج والاوتر ايدج على نفس الخط صح؟ ادي السنتر لاين فوق وادي هنا الانر ايدج والاوتر ايدج على نفس الخط، انر ايدج والاوتر ايدج. فيها مشكلة دي؟ ما فيهاش مشكلة، انت باصص من هنا باصص اهو لقيت السنتر لاين هو خط فوق اهو والانر ايدج والاوتر ايدج على ايه نفس الخط. طب جميل، طب دي اول ايه اول خطوة. طب بعد كده، بعد كده رفعنا الطريق شوية من ناحية الاوتر ايدج وانت باصص من هنا، لما باصص هنا هل الانر ايدج اتأثر؟ هل اتغير؟ لا زي ما هو، يبقى دي الانر ايدج زي ما هو. طب الاوتر ايدج ايه اللي حصل؟ لقيت ان الاوتر ايدج علي رفع لفوق، ما هو الاول هو كان هنا بعد كده راح علي، انا لقيته ايه وانا باصص من هنا لقيته ايه علي ولقيته عند نفس النقطة مع السنتر لاين، ادي الاوتر ايدج علي ووصل بقى عند نفس النقطة مع ايه مع السنتر لاين. جميل، طب بعد كده اترفع تاني ايه اللي حصل تالت خطوة؟ هل الانر ايدج اتأثر؟ لا زي ما هو، خلاص يبقى زي ما هو. وانا باصص من هنا ايه اللي حصل؟ السنتر لاين كده كده ثابت، الاوتر ايدج اللي حصل رفع شوية صح؟ علي لفوق، ادي ايه؟ علي لفوق. كل الرسمة دي وانا باصص من هنا لقيته ايه؟ علي لفوق. طب بعد كده اخر خطوة، اخر خطوة من تحويلتك دي لتحويلتك دي ايه اللي حصل؟ السنتر لاين كده كده ثابت، الانر ايدج ايه اللي حصل؟ الانر ايدج بالنسبة لي وانا باصص هنا لقيته نزل تحت شوية، خلاص ادي الانر ايدج نزل تحت شوية، الانر ايدج. طب وانت هنا الاوتر ايدج ايه اللي حصل فيه؟ شايف الاوتر ايدج رفع، الاوتر ايدج رفع لفوق، ده الاوتر ايدج. دي الرسمة الموجودة عندنا، عندنا شوية حاجات عايزين نحطها على الرسمة دي، خلينا نشوف ايه. دلوقتي انا عندي المسافة الفيرتيكال دي، المسافة الفيرتيكال دي من فين لفين؟ هي هنا فين؟ هي هنا من هنا لحد ايه، لو جيت خط كده ما بين النقطتين دول اللي هي الديستانس دي صح؟ مش عايز اعرف المسافة من السنتر لاين، انا عايز المسافة دي للانر او الاوتر ايدج اللي هي المسافة دي. طب دي هنجيبها ازاي؟ لو ده الطريق فيبقى دي والطريق ده لو افترضنا ان هو حارة، يعني الطريق ده نفسه لين واحدة، انا واخد لين مثلا، فدي هتبقى دبليو على الاتنين، الجزء ده واخدة ميل سي، لو يبقى الحتة دي ايه دبليو على الاتنين في الميل اللي هو ايه السي او الكيو او ايه او السي. طب جميل، هنا في الاول. طب بعد كده، بعد كده من برضو عايز اعرف الميل من السنتر لاين لحد ايه، لحد الانر ايدج، ادي ده من السنتر لاين للانر ايدج، هي نفس المسافة، يعني اذا دي برضو ايه هي نفس الكلام، السي في الدبليو على الاتنين. طب عايز اعرف الديستنس هنا دي او دي اللي هي فين، هنا اهو اعمل لي شكل الاي كامل اللي هي فين، عايز اعرف المسافه من السنتر لاين للانر ايدج، من السنتر لاين للانر ايدج هي سي في دبليو على الاثنين. طب من السنتر لاين للاوتر ايدج اللي هي المسافه دي هي برضو نفس الموضوع، هي سي في دبليو على الاثنين، هنا برضو هي سي في دبليو على الاثنين. طب اخر حاجه، اخر حاجه بقى ايه اللي اختلف؟ هي نفس الديستنس، هي الديستنس بقت من هنا لهنا ودي بقت من هنا لهنا تحت. طب ايه اللي اختلف؟ الدبليو على الاثنين اختلفت؟ لا، كل اختلف ان الاسلوب نفسه بقى اي، فدي هتبقى اي في دبليو على الاثنين وهنا اي في دبليو على الاثنين. جميل، طب انا كده حطيت كل المسافات اللي هي ايه الفيرتيكال. طب في مسافات هوريزونتال، ايه هي؟ اتفقنا ان دوت اللينس من هنا لهنا اسمه ايه؟ اسمه لينس ران، اسمه ايه؟ لينس ران اوت
ثانية بس ايه نتأكد. زي ما انا ايه انا قلتها قلته من شوية ان انا عندي اتنين لينز، حاجة اسمها ران اوت وحاجة اسمها ران اوف. قلنا الران اوت ان انا من الكراون لحد جزء ايه في بزيرو، والران اوف ان انا من الجزء في بزيرو لحد ايه سوبر اليفيشن ايه. فخلاص يبقى ده ايه دوت ليه الران اوت. جميل. طب ده من هنا لهنا. طب ومن هنا لهنا؟ قال لك دوت اللينس بتاع السبايرال او اللينس بتاع ايه الران اوف. هي دي الجزئيه اللي انا بعمل عليها ايه السبايرال او اللينس ران اوف. طب جميل. يبقى اذا انا عايز احسب اللينس ده وعايز احسب اللينس ده. هنتكلم عن حسابات اللينس ده ازاي، وهتكلم عن حسابات اللينس ده ازاي، بس ايه هنتكلم عن قوانينهم دلوقتي. اهم حاجه الرسمه دي تقريبا جت ايه جت فكرتها. قال لك في فكره كمان بنضيفها على الرسمه دي، ايه هي؟ قال لك هي زي فكره وهميه. الرسمه دي اللي انا راسمها دي هي الرسمه اللي هتيجي دلوقتي. المهم قال لك في فكره كمان بنضيفها رئيسيه دلوقتي. الطريق اللي موجود عندك ده طريق ودوت ايه وعملت فيه ايه كيرف. جميل. احنا بنتخيل تخيل بسيط قوي ان الطريق ان انا بصممه من غير ان ما احط سبايرال، بمعنى ان انا اصمم ده جزء، ده جزء التانجنت ودوت جزء الكيرف ومفيش سبايرال. طب جميل. بنيجي نقول ايه؟ بنيجي نقول خلاص لو الطريق ده فيه سبايرال هحط فيه سبايرال، هنحسب اللينس بتاع السبايرال او اللينس ران اوف. قال لك لو اللينس مثلا بتاع السبايرال ده طلع وليكن ب 200 متر، قال لك خلاص هتاخد لي 100 متر هناخدهم من الجزء التانجنت، هناخد منه 100 متر، والكيرف هاخد ايه منه 100 متر. طب ال 200 متر دول هعمل فيهم ايه؟ دول هعمل فيهم الديفلوبمنت بتاع السوبر اليفيشن، يعني السبايرال هياخد ايه ال 200 متر دول هيتعملوا ايه على ايه على اللينس ده. الشكل اللي موجود عندنا خلينا نتكلم، ادي ده نفس الرسمه اللي انا كنت راسمها، ده السنتر لاين انر ايدج او الاوتر ايدج، وكملنا ودوت ايه الانر ايدج، ودي المسافات اللي هي دبليو في اي دبليو في اي او دبليو في كيو، هنا التي اس والسي اس وهنا التانجنت. بص بقى دلوقتي لو انا عندي سبايرال في الطريق، لو انا قلت الطريق ده فيه سبايرال هتيجي خلاص هنيجي نص اللينس بتاع الكيرف. هاخد انا اتفقنا ان لو ده الطريق وادي ده الكيرف اللي موجود عندي، وانا وليكن محتاج لينس بتاع السبايرال ب 100 متر، خلاص هاخد 50 متر من التانجنت وهاخد 50 متر من ايه من الكيرف نفسه. يبقى ال 100 متر دي حققتها عن طريق 50 متر من التانجنت و50 متر من الكيرف. هنا بنيجي رسمه تخيليه ان انا بعد خلاص خدت نص اللينس بتاع الايه نص اللينس بتاع السبايرال، هنا البي البوينت اوف كيرف، هنا ايه النص، ايه 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 البي سي او ايه النقطه دي، دي النقطه اللي هي الفاصل ما بين الاثنين، لان انا اللي هي النقطه هنا اللي هي نهايه بدايه الكيرف ونهايه التانجنت. فهاخد النص اللينس ده هعمل عليه السبايرال والنص ده ايه هعمل عليه السبايرال. دي الفكره ببساطه. ده لو في ويز سبايرال. قال لك في حاجه وهميه اسمها ويزاوت سبايرال. يعني ايه ويزاوت سبايرال؟ قال لك يعني ده طريق ودي دوت ايه الكيرف. لو الطريق ده مش انا مش عايز مش هعمل فيه سبايرال، هنعمل فيه زي السبايرال كيرف. هي حاجه وهميه بعمل فيها زي السبايرال كيرف بالظبط، تمام؟ بس كل الفكره ان طريقه التقسيم مختلفه، بمعنى ان انا لو اللينس بتاع السبايرال ده لقيته 100 متر، قال لك خلاص هنحقق اللينس بتاع السبايرال ابو 100 متر ده ازاي؟ قال لك هناخد 70 متر على التانجنت واخد 30 متر على ايه؟ الكيرف نفسه. هنا قلت 70 متر على التانجنت و30 متر ايه؟ على الكيرف 0.3 و ايه 0.7. جميل. طب تعالى نشوف بقى الحسابات. اذا انا ايه اللي انا واقف عليه؟ واقف عليه ان انا ازاي احسب اللينس بتاع الران ايه؟ الران اوت، وازاي احسب اللينس بتاع ايه؟ الران ايه؟ الران. جميل. اول حاجه قال لك قال لك اللينس بتاع الران اوف، الران اوف ده اللي هو الترانزيشن لينس، هو السبايرال لينس اللي هو بيساوي اي سكويرد على ايه على ال، تمام. جميل. دلوقتي اللينس ده ليه طريقتين لحسابات، قلنا يا اما اي سكويرد على ال، وليه طريقه ثانيه هقولها دلوقتي. طب جميل. ده اللي ده الران ايه الران اوف. طب الران اوت قال لك ده الران اوت عايزين نحسبه. عشان تحسب الران اوت ده انا هحسب الران اوف ايه من يا اما سكورد على ال، يا اما الشيء الجدول اللي انا هقوله دلوقتي. والجدول اهم من دي. ال ران اوف معايا انا حسبته من الخطوه دي، السي اللي هو الميل بتاع الكراون اللي هو ب 2%، والاي اللي هو بتاع السوبر اليفيشن اللي هو ليكم ب 6%. اذا كل حاجه معايا اعرف احسب ايه الران ايه الران اوت. يبقى اذا كل المجهول بالنسبه لي دلوقتي الران اوف.
الران اوف ده هنحسبه ازاي؟ بكل بساطة بيبقى عندك جدول حاجة بالمنظر ده. انت بيبقى معاك سبيد حلو، وبيبقى معاك هنا الاي، هتدخل بالسبيد وتدخل بالاي، وخد بالك ان في واحد وفي اتنين. رقم واحد ده بيعبر عن ان الطريق حارتين، رقم اتنين بيعبر عن الطريق 4 حارات، ده 4 لين، والواحد ده معناه ان الطريق 2 لينز. جميل، بتشوف الطريق هو عبارة عن حارتين ولا 4 حارات، وتدخل تجيب ايه اللينس بتاع الكيرف. يعني انا هدخل بالسرعة مثلا وليكن 100، وان الطريق ده حارتين، وان الاي مثلا ب 5.4، اجيب ايه؟ اجيب اللينس ايه بتاع الكيرف. طب بعد كده هنا بنتكلم عن نفس كده، احنا يعتبر خلصنا الفكرة. هنا في الروتيشن الاباوت احنا الاولاني ده كنا بنتكلم ان احنا بنلف حوالين ايه؟ السنتر لاين. هنا الروتيشن اباوت الانر ايدج، الموضوع بكل بساطة ان ده الانر ايدج، ده الاوتر ايدج. اول خطوة هرفع الاوتر ايدج، ان انا رفعت الاوتر ايدج من هنا، هنا رفعته وخليته بزيرو، السي بقى كراون خليتها زيرو، بعد كده بقى كل واخد من السي. هي الفرق في اخر خطوة، ان الاول انا كنت بثبت السنتر لاين واروح محرك الشكل من السنتر لاين، لكن هنا بلف حوالين الانر ايدج، واي شيء انا بلف حواليه ده المفروض يكون ثابت، فهثبت الانر ايدج واروح ايه محركي الشكل كله. اخر تحريكه الانر ايدج ثابت والشكل كله ايه ضايع. كل الفكره ان هنعمل نفس الموضوع عشان نرسم الرسمه اللي هي موجوده دي. كل الفكره ان انت بتيجي تقف هنا كاني واقف في الجزيره بتاعه الطريق وباصص للطريق، وابتدي ارسم بنفس السيكونس ونفس كل اللي احنا ايه قلناها، هتلاقي رسمه زي كده اتكونت لك، ونفس الدايمنشن ونفس كل حاجه، لو ويز سبايرال او لو زاويه نفس كل حاجه. بعد كده اخر حاجه الروتيشن اباوت الاوتر ايدج، هنا الانر ايدج، هنا الاوتر ايدج، هنا السنتر لاين. انا عايز الطريق كله، لازم الطريق كله يرمي لي على الانر ايدج. فاول خطوه ان انا ده سي وده سي، باجي اروح منزل الطريق اخلي ده زيرو بدل ما هو سي، وده سي زي ما هو، بعد كده اخليه كله سي، بعد كده اخليه كله الاي، بحيث ان الطريق كله يرمي ناحيه الانر ايدج والاوتر ايدج يكون ثابت. ونفس الموضوع عشان ترسم الرسمة دي، انت بتتخيل ان انت واقف هنا، واقف في الجزيرة بتاع الطريق وباصص للطريق، واقف في الانر ايدج وترسم الرسمة دي، هتلاقي نفس الكلام ده يجيلك. اخر حاجة بعد كده تعالى بقى ندخل على الاكزامبلز. بيقول لك horizontal curve is designed with a 610 meter radius. The radius 610. The curve has a tangent length of 120 meter and the BI is at a station 3 plus ميري واربعين. Determines the stationing of E BT. براحة كده. هو بيقول لك عندك كيرف. حل. كيرف ده دي بي سي اللي هي البوينت اوف كيرف. هنا بي اي البوينت اوف انترسكشن. هنا البي تي البوينت اوف تانجنت. وهنا دوت اللينس بتاع الكيرف. لو مسمى النقطة دي النقطة دي. الموضوع بكل بساطة هو بيقول لك ان الريديوس بتاع الكيرف موجود معاك. والتانجنت موجود معاك. والستيشن بتاع البي اي دي موجوده معاك. طب جميل، عايزين نجيب الستيشن بتاع البي تي. انا البي اي دي معايا، لو والتانجنت ده معايا، لو طرحت البي اي طرحت منها التانجنت ده هيديني الستيشن بتاع البي سي. الستيشن بتاع البي سي لو جمعت عليها اللينس بتاع الكيرف هيديني البي تي. دي الفكره ان جنرال، تعال نشوف هنطبقها ازاي. جميل خلاص، البي اي بي سي بي تي ده اللينس بتاع الكيرف وده التانجنت. انا معايا الاستيشن بتاع البي اي، عايز احسب الاستيشن بتاع البي سي. قلت الاستيشن بتاع البي اي ماينس التانجنت. الاستيشن بتاع البي اي هي 3 بلس 140 والتانجنت هنا 120 متر، فقلت 0 بلس 120 متر. ده ماينس ده اداني 3 كيلو بلس 20 متر. كده جبت البي سي. طب عايزين نجيب اللينس بتاع الكيرف. اللينس بتاع الكيرف بيساوي 2 باي دلتا في ار على 360. الباي دلتا كل حاجه من دول معايا، كل حاجه من دول معايا، بس خد بالك الدلتا دي نفسها مش معايا. انا معايا 2 والباي كونستانت، الريديوس معايا بس الدلتا مش معايا. طب عايزين نحسب الدلتا. التانجنت اصلا بيساوي ار تان دلتا على 2. التانجنت معايا والريديوس معايا، اعرف احسب الدلتا. حسبت الدلتا، هرجع تاني اعوض هنا اجيب اللينس بتاع الكيرف. طب جبت اللينس بتاع الكيرف، هي خلاص يبقى البوينت اوف اي تانجنت اللي هي الاخيره دي بيساوي بي سي البيجيننج اوف كيرف البوينت اوف كيرف زائد اللينس بتاع الكيرف، جمعت الاثنين اداني اخر نقطه. بعد كده شكل الاستيشننج، ان احنا بناخد ستيشنز كل 25 متر. الموضوع ببساطه ان اول نقطه دي كان عندي
عند 3 بلس ايه 20. فاول نقطه عملتها 3 بلس 20، بعد كده عملت علامه عند 3 بلس 25 بلس 50 بلس 75، كل 25 متر ايه واخد ستيشن. اول نقطه اللي هي موجوده عندي اللي هي 3 بلس 20، واخر نقطه موجوده عندي اللي هي البي تي، دي عباره عن 3 بلس ايه 266 دي. دي المفروض هنا، وتعمل لي علامه كده تقول لي 3 بلس ايه 266.97، الرقم ده ايه غلط. بس كده عملت الستيشنج وعملت لهم علامة اي العلامات بتاعتهم، ومشيت كل 25 متر، وبدأت من ايه البوينت اوف كيرف اللي إيه الموجودة اللي عندي عليه. طب تعال ناخد ايه مسألة تانية، بيقول لك last existing curve of a Paris Hill project. The design speed ب 100 كم بير اور، الـ E maximum ب 8%، الـ radius ب 590، الـ BC عند ستيشن كذا، الـ BT عند ستيشن كذا. طب ايه اللي هو انت عايزه؟ عايز الـ E تطلعها، عايز الـ run out، عايز الـ E run off. طب جميل، تعالى ايه بالراحة كده نجيب كل واحدة منهم. أول حاجة خلاص، أنا إيه اللي موجود معايا؟ أنا اللي موجود معايا الريديوس، عايز الـ E والـ Run Out والـ Run Off. طب تعالى إيه نجيب إيه؟ نجيب الـ E. نجيب الـ E إزاي؟ أنا معايا السرعة ب 100 كيلومتر بير أور ومعايا الريديوس. هتدخل على الجدول ده، معاك السرعة ب 100 كيلومتر بير أور ومعاك الريديوس بكام؟ الريديوس ب 590 و591، يعتبر نفس الرقم. ندخل إيه؟ نجيب الـ E. خلاص، طب جبت الـ E، في مشكلة؟ خلاص كده جبت الـ E مطلوب. بعد كده عايز اجيب الـ Run Out والـ E والـ Run E Off. تعالى نجيب الـ Run Off. الجدول ده بطلع منه الـ Run Off، بنطلعها ازاي؟ بدخل بالليل اللي انا جبتها اللي هي ب 7% والسرعة 100 كيلو متر بير اور. واحد دي لو الطريق 2 لينز، 2 دي لو الطريق 4 لينز، يعني لو 2 لينز باخد رقم 1، لو 4 لين هاي واي باخد رقم 2. هو مش قايل لي، فهعتبر ان الطريق 2 لينز، فخدت رقم 1 مع الـ 7 هيديني 57. 57 ده الايه؟ اللي هو الايه، يعتبر الران اوف. جميل، يعني اذا انا جبت الاي، جبت الران اوف ب 57، عايزين نجيب الران اوت. فاكرين الايكويشن اللي احنا كنا بنقولها ان الران اوت على السي بيساوي الران اوف على الاي؟ هي نفس الكلام ده، الران اوت هيساوي الران اوف النورمال كراون اللي هو السي على الاي، ده في ده على ده، اداك 16 اي متر. كده انت جبت ايه؟ الران اي اوت. جميل، اللي انا انتهيت له كده ان انا اللينس بتاع الكيرف نفسه اللي انا عايزه، اللي هو اتفقنا اللينس بتاع الكيرف دوت اللي هو الران اوف اللي هو 57 متر. طب جميل، السبايرال اللي انا احطه ده، هل هو قال لي المساله دي ويز سبايرال او ويزاوت؟ ما جابليش سيره، فخلاص هعتبر ان انا ويزاوت سبايرال. فال 57 متر دول هناخد منهم 0.3 في 57، ادتنا 17 متر. يبقى اذا 17 متر دول هيتحطوا على الكيرف. يبقى اذا ده ال 17 متر من الكيرف required for development of a super elevation، و 70% 70% من 57، فقلت 0.7 في 57 اللي هو 40 متر. 40 متر هحتاجهم من التانجنت عشان نعمل الديفلوبمنت بتاع السوبر اليفيشن. احنا اتفقنا ان الطريق عباره عن تانجنت وكيرف، وبتخيل ان انا ما كنتش صممت اصلا، مش عامل حسابي على سبايرال كيرف. فخلاص اللينس اللي انت حسبته ريكوايرد للسبايرال كيرف بنقسمه على الجزء التانجنت وبقسمه على الايه؟ على الكيرف نفسه. طب خلاص، تعالى ايه ندخل ايه بروبلم 3. بروبلم 3 بيقول لك a circular curve connects two tangents that deflects at an angle 50 degree. The point of intersection of tangents is located at كذا. If the design speed of the highway is 110 km per hour and super elevation is 0.06, determine the stations of BC and BT. Draw the reasonable scale, the edges profile required to attain super elevation without spiral and rotation about center A line. بالراحة كده دلوقتي، هو المسألة دي أي أول خطوة مطلوب عايزها؟ عايز ال BC وال BT، ومديكي مديكي ده إيه ال BI. عشان تجيب التفاصيل دي لازم تجيب ايه؟ لازم ابتدي اجيب اللينس بتاع الكيرف والكلام ده. هنجيب الكلام ده ازاي؟ هتبدا الار مينيمم يو سكويرد على 127 اف بلس الاي، 110 على 100 دي، او دي يو سكويرد على الرقم من 127 اف اس بلس الاي. جميل، هتعوض بالكلام ده دايركت. جبت الار، لما جبت الار عايز اجيب التانجنت لينس، هو ار تان دلتا على 2، جبت التانجنت لينس. بعد كده عايز تجيب الكيرف لينس، هتعوض بالقانون، جبت اللينس بتاع الكيرف. البي سي معاك، هي لو تفتكر ان احنا كانت رسمتنا اصلا اولانيا لو عندي كيرف وي والبي اي دي معايا، عشان تجيب البي سي هنقول بي اي ماينس تانجنت، فقلت هنا بي اي ماينس تانجنت تديني البي سي.
بعد كده عايز تجيب البي تي اللي هي اللي هنا، هتاخد البي سي دي بلس الاي اللينس بتاع الكيرف، فخدت البي سي بلس اللينس بتاع الكيرف جبت البي تي. خلاص انت كده جبت كل ستيشن. اللين ويدث هو مش مديهولك، فاللين ويدث خدته ب 3.6 متر، والكيو او الكراون خدته فرضته ب 2%. الدبليو في كيو ضربت ده في ده اداني رقم، الدبليو في اي ده في ده اداني رقم. هقول لك ليه جبنا الدبليو في كيو والدبليو في اي دلوقتي. ماشي، طب احنا كده خلصنا. طب عايزين بقى نحسب الران اوت والايه والران اوف. الران اوف ده هندخل على التشارت، هندخل على التشارت فين اللي هو التشارت الاولاني جبناه ب 53. طب ده دخلنا ازاي او عملنا ايه؟ هقول براحه. جينا هنا، جينا على التشارت ده، السرعه اللي موجوده عندك اللي هي ممكن موجوده في المساله ب 110، والاي اللي موجوده عندك ايه السوبر اليفيشن بايه 0.06. تعالى ندخل على 110 مع سرعه 0.6، ادي سرعه 110 مع الاي ب 6%، ادتني الرقم ده اللي هو 53، وانا اعتبرتهم ان هنا تو لينز ان هو مش ايه. طب خلاص ماشي كده جبنا ايه، جبت الايه الران اوف. طب عايزين نجيب الران اوت. الران اوت على السي بيساوي ران اوف على الاي، هتعوض في الكلام ده دايركت، هتجيب ايه كل حاجه معاك، السي 0.02 دي 0.06، تجيب الايه الران ايه اوت طلع لك ايه 17.67. طب خلاص تعالى بقى نرسم الكلام ده على الرسمه. ابتديت رسمت الرسمه، انا الاول تخيلت كل واحده وتخيلنا الطريق ان هو في الاول ده السنتر لاين، ده الانر، ده الاوتر، وانا باصص من هنا نفس الرسمه اللي كنا رسمينها قبل كده، كل فرق في المسافات. هنا الدبليو في كيو اللي انا كنت حسبتها، اللي انا اقول لك هي لي 0.072، فهنا دبليو في كيو، هنا دبليو في كيو، دبليو في كيو، هنا دبليو في اي، ودبليو في اي، وادي قيامهم. بعد كده الران اوت اللي انا حسبته، انا حسبت الران اوف ب 53 والران اوت ايه ب 17.67، ادي ده الران اوت وادي الران اوف اللي انا حسبته. بعد كده بنقول ان ده ما جابليش سيرت السبايرال، فهقول المفروض الرقم ده يكون ايه، لا ده 0.3 من اللينس بتاع الكيرف، ودوت ايه 0.7 من اللينس بتاع الكيرف. هي البرسنتجز مش فارقه، في ناس بتاخدها 0.4 و0.6، في ناس بتاخدها 0.3 و 0.7، خلينا ان احنا هناخدها 0.3 0.7. خلاص يبقى هنا، ودي البي سي ده الايه البيجيننج اوف كيرف. خلاص انا كده ايه عملت كل الحاجات وتقريبا، ونرسم الكلام ده وذا ريزنبل سكيل. وشكرا جدا لاستماعكم.